السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. النهاردة بقى رايحين عند امي ونحتفل بعيد ميلاد اوشا. هي الصراحة ماما كلمتني وقالت لي تعالي، عاملة لنا مفاجأة يعني عشان اوشا وكده، عشان كنت مش هعمل عيد ميلاد اوشا. صح. تمام، فهنروح بقى ونشوف الاجواء، وما تنسوش تحطوا لي اللايك وخليكم معايا لاخر الفيديو. يا رب يكون الفيديو ده فرفوش ونعنوش كده وحاجة كده جميلة بعوضكم عن الاكتئاب بتاع الايام اللي فاتت. بحبكم حبايبي. انا كده خلاص جيت عند امي اهو، وجبت شويه حاجات بقى وانا جايه عند ست الحبايب يا حزينه. وطبعا اخواتي الحمد لله كلهم هنا بقى. ست الحبايب يا حبيبه، يا حبيبه عيد ميلاد اوشا. قول لهم ازيكم يا اصحابي. انت مبسوطه عشان عيد ميلاد؟ بصوا بقى يا اخواتي، بصوا انا جبت له كل حاجه لونها ازرق. تعال فرجهم يا ياسين. يلا بصوا، ياسين هيفرجكم دلوقتي الحين. تعال على شكل سبايدر مان. الله. وتاني حاجه طبعا دي الستاره الزرقاء اللي هنحط عليها الرقم. وريني. ماشي الستاره هي. يلا بسرعه. وده رقم ايه؟ 5. عشان هو بقى عنده 5 سنين. شاطر، ولونه ازرق برضه، هو بيعشق اللون الازرق يا اخواتي. بس ده طبعا باللون الاحمر. عادي مش مشكلة. ايه تاني؟ الله، بلالين. ايه تاني؟ والخمسة دي برضو رقم 5. ورهانهم كده. ايوه كده، شاطر. بص ايه ده؟ لا دي حاجة ماما بقى. بصوا جبت الفرش دي، تمام، جبتها ب 35 جنيه بس عجبتني يعني. بص ودي بتاعت التوابل. ماشي، مالهاش علاقة يا ابني، بتطلع الحاجة. ماشي، ودي الشوك دي كانت منها بكام؟ ب 10 جنيه. ودي السلسلة بتاعت السبايدر. كل حاجة زي ما هو بيحبها. بس كده يا اخواتي، تعالوا بقى تاني. الله، رقم 5 الشمعة. خلاص كده يلا نروح. لا دي الهدايا بقى هنشوفها اخر الفيديو بعد العيد ميلاد ما يخلص. لا سيب الهدايا، لا سيب الهدايا، لا ما تفتحيش، فيش الكلام ده. بس كده يا اخواتي هنروح نشوف بقى الحاجة اللي هنجهزها للعيد ميلاد. تعالوا نشوف ست الحبايب يا حزينة عاملة أكل إيه النهاردة. هنا بقى حبيت أفرح بقى ياسين زي ما وريتكم الحاجة، وعديت بقى جبت له شوية زينة وشوية حاجات بقى، عشان عارفة طبعا إن أمي مش هتجيب الحاجات دي. طبعا أمي شايفة إن الحاجات دي تافهة جدا وهايفة، بس بالنسبة لأي طفل بتكون بتفرحه جدا جدا. وكمان قلت أصوره كام صورة كده حلوين كسيشن يعني، علشان يتبسط. طبعا مش هنزل أصوره تحت وكده، أنا أصلا ما كنتش هعمل له عيد ميلاد والله. بس زعل بقى قال مش معنى مريم ومش عارفة إيه. قلت له يا ابني خلاص ماشي، هو اصلا قلت يعني اعمله له عشان افرحه وافرح امي بقى وكده، ونتجمع احنا واخواتي. وقعدت بقى اعمل له ديكوريشن كده بسيط. انا بسمعه هنا حبايبي بقى. ده كان الغدا، امي بقى كانت عامله لنا فته ولحمه ورقاق ومخلل كده وحاجات بقى كده حلوه جدا. وعايزه اقول لكم ان الاكل كان تحفه جدا. وهنا بقى خالتي حبيبتي، خالتي سعاد يا سوسو يا قمر، كنت منوره العيد ميلاد. بصي كانت بالي ايه، عيد ميلاد سعيد على دي التورتايه بتاعتنا يا جماعه. هنعتبر ان دي التورتايه، احنا بنحب نحتفل بالفته واللحمه، وده احلى من 100 تورته وجاتوه. ده كان الغداء بتاع النهارده وكان تحفه جدا. وبعد كده اتغدينا، وقعدت بقى اصور يونس ياسين
واعمل له السيشن بتاعه كده، كان سيشن حلو والله وكان بسيط، وخدته كام صوره حلوين جدا جدا، وهو كان مبسوط جدا، ودي اهم حاجه عندي ان هو كان مبسوط جدا. وطبعا هو من عشاق اللون الازرق ده، بيحبه قوي قوي، في اي حاجه لونها ازرق كان بيحبها. يا يونس، ودول يونس بقى اخواته، ربنا يحفظهم يا رب ويخليهم. بصوا اوشا، بصوا يا اوشا، ويونس وزياد، هم دول حبايبي واولادي، وهم دول عزوتي، وهم دول اللي ليا في الدنيا. فربنا يحفظهم يا رب ويجعلهم من الصالحين يا رب. وتعالى اوريكم التورته بقى بتاعه اوشا. احنا رجعنا بقى خلاص البيت، وحبيت اعمل لكم الفيديو كله مع بعض عشان ما يبقاش فيه اجزاء، عشان في ناس كتير ما بيحبوش كده. بصوا بقى، اول حاجه دي الهدايا اللي جات لي ياسين في عيد ميلادي، تمام؟ وياسين طبعا مبسوط جدا، وفي حاجات لسه تانيه ما جاتش. زي ايه؟ زي انا لسه ما جبتش الهديه بتاعته، لان انا ناويه اجيب له ترنج حلو جدا، و ستو تفيده، صح؟ ست الحبايب يا حزينه اللي هي امي، هتجيب له برده ترنج بس بكره، وطبعا هبقى اوريه لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. ماشي، اول هديه هنفتحها هي الهديه دي. اول حاجه كانت الهديه دي من خالته ايمان، من خالته ام احمد. ايه رايك؟ هو اصلا ياسين بيحب المسدسات وكده. تاني هديه من خالته ام رحمه، سبوره، عشان بقى نرجع الحضانه خلاص الاجهزه قربت تخلص. هنا في اي بي قصدي 1 2 كده، حلو قوي. معاها اللي هو ايه؟ 1 2 3 4. ماشي، امسك دي كده. ايه رايك؟ وحش ليه؟ لا حلو. هنا بقى دي هديه مريم، مريم اخته جابت له الهديه دي، بس هي طبعا لسه ايه؟ محتاجه حجاره من هنا عشان نعملها، وبتعمل انوار وحاجات. ايه رايك فيها؟ ايه رايك؟ وكمان خالته ام رحمه جابت لك الوان ميه بالفرشه بتاعتها. هو عادي الون فيها على وشي؟ اه، زي ما بكون في الحديقه وتلون وكده. مش وكمان خالته هاجر جابت لك الكور دي، شكرا جدا يا ام رحمه، بجد الهديه بتاعتك حلوه جدا وكتيره ما شاء الله. خالته بقى ام ادم، اللي هي ام ادم وخديجه، اللي على طول خديجه بتطلع معايا دي، جابت له اول حاجه تليفون، وده نظاره تليفون عليه ايه؟ سايت. وكمان جابت لك ايه دي؟ سنسار. تحفه. انا اصلا مش بحب، قول لها شكرا يا خالته. انا بحب السنسار اصلا، اديته. ماشي، قول لها شكرا يا خالته. شكرا يا خالته. ماشي، دي تاني هديه. هي الهديه دي بتاعت خالتي سعاد. سعاد خلاص، سعيد كده، هو ايه، خلاص مصر كلها عرفت اسمها. دي بتاعت خالتي. عايزه اقول لكم ان اوشا مبسوط قوي بالهديه. اول حاجه هي لعبه البولينج، وكمان ملحوظه ان اللي اختار الهديه بتاعت ياسين هو نادر، ابن خالتي، تمام؟ يا نادر يا منصور يا حبيبي، الله يسعدك ان شاء الله يا نادر، تعمل عيد ميلاد كده ونجيب لك حاجه حلوه قوي. بص الهديه دي بتاعت خالتي عجبتهم جدا، بتاعت البولينج دي، تمام؟ جابت ايه تاني؟ جابت كوتش تحفه قوي. بصوا جميل قوي قوي، عجبك؟ بيقول لي اريد ان البسه حالا، بيتكلم لك باللغه العربيه، تمام؟ مش عايزين نطول الفيديو ده. كمان بصوا بقى الهديه الجميله جدا، جميلة جدا دي، اللي هي دي اللي جابها خالته ام ادهم. جميلة جدا اهي. وهدية تاني اللي جابها زياد اخوه، هدية زياد ياسين، برضه فيها جول. يا ابني والله عارفة، والنعمة عارفة انها تاخد خالته. دي هدية زياد ابني لاخويا. اما بقى الهدية الشبح جدا في نفسها، وهي هديه ماما.
بصوا خليها تلف يا سي. يلا يلا يلا.